يلا بس بحفر الأرض بشيل مويه من من الوادي، فالمويه ذاته يعني ما صحيه، مش صحيه، بكون فيها امراض والناس بشرب منها عشان الازمه، ازمه المياه. فعشان كده احنا نحتاج لمواسير ودعم بتاع المياه. في الباب الأخضر تجيب الموية، لكن العربية تجيب لنا موية، التريلا الوحدة بيجيب الموية، الوادي قفله لو 4 أيام ولا 5 أيام ما جاتنا نهائيا، ولما نمشي الوادي البرك نشيل موية من الوادي ولا البرك قاعد تسبب لنا إسهالات لعيالنا، الإسهالات، الكوليرا، ما أعرف ليه الذباب، ما أعرف ليه شنو، وما في ما في موية نشرب، ما في موية نغسل، ما في موية نزرع أي حاجة، إحنا قاعدين بس أزمة الموية ومن ده بالذات، والناس كلها مش الزراعة، أي، لكن دايرين توفير الموية، يا جماعة توفير الموية. احنا نتكلم في موضوع احنا موضوعات البشرات يا جماعه، الصوت اللي ما اكل وما شرب ما يقدر يعيش لحاجه ثانيه نهايه. احنا ركزوا لنا في موضوع اكل وشرب، مدارس والحاجات كلها ورا. طبعا الجماعة جت هي مبادرة جمعيات للسلام والتعاون في الشجرة، قاعدة تحكي مع طلاب الأحضور، لكن صوت طلاب الأحضور لسه ما وصلش. طبعا أنا جيت لاجئ في تشاط من السودان للتشاط، جيت في محل كده اسمه بامجرة، خلاص قعدنا فوق شهرين، جو لقونا خيط منظمات شالونا جابونا هنا في معسكر تلوم، فهو بعد ما جابونا طوالي صرفوا لنا مباشرة الايش، فهو بعد ما صرفوا لنا ثاني جدونا خلونا في حتة دق، لا جابوا خبرنا ولا سألوا أننا ولا أننا، كنا يا جماعة نمشي وين نحنا؟ جابونا من السودان وهنا ما نعرف جهة ولا في موية ولا في أكل ولا في جهة عشان إنه نقدر نتعايش، يعني ندمنا، يعني أنا بالذات اتعصبت كثير لأساس إنه مفروض يعني كان ما نجي من محل الحرب، محل الحرب أخير من محل التمدد البارد. معسكر تلم معسكر يعني معسكر واحدة، لكن فوجئنا إن هنا في صرفية فترة بتاع شهرين، إحنا يعني كان يعني الناس كلها موعودة عايز من المنظمة دي يدوم بتاع شهرين، وفعلا الناس المنظمة جو أخذوا بدوا بالحلة القديمة وصرف الناس دي في خلال 13 يوم، وفوجئنا غادروا من المعسكر قبل ما يدونا نحن كلاجئين 2023 و 2023 24 في الحتة دي، فنحن نطالب من المنظمة القائمة بزمام الأمر أن في خلال فترة وجيزة أن فعلا يعني بصراحة دي حقوق بتاع ناس لاجئين. والله بجد أن احنا بنطالب حقوق حق اللاجئ، عندنا صرفة بتاع الحسس الغذاء، عندنا مشكلة في الماء والأكل والصحة والمشرب، الحمد لله رب العالمين الآن المياه دور الأطباء بالأخدود وفر لنا جزء من الماء والصحة، الحمد لله مرينا عليها بعد الأمراض وبعدها الناس بتوزع عليها، لكن وقفنا في حاجة بقول لها المأكل، المأكل يا جماعة إحنا عندنا مشكلة في المأكل، اللهجة الآن حاليا الموجود كلهم جعانين. جانين وتشانين، لكن جانين مرة واحد، عندنا يتامى رامل وعندنا ما عندنا كمان. والله المويه دي صعبة شديد يا جماعة، يلا هنا هسه شفت البرة يعني المسافة من المسكر الجديد تقريبا 15 كيلومتر بكون، فاحنا الآن من المويه انه نمشي من هناك احنا نشيل مويه من المعصورة دون وديها الجديدة صعبة شديد. وإذا لقيت عمار شديت فيه وماشي في الشارع هينزلوا لك الباغات. من اللي بنزل لك؟ دير الناس اللي قولهم دير بقولوا إنه الباغات هقاتوا هاي الحمير هقاتهم، وقال ما برضو لك إنك تشد الحمير هقاتهم، وإحنا ما عندنا حمير هنا صراحة. فهناك بس كتر خير أطباء بالعهود جابوا لنا تريلا واحدة شغالين هناك في مواسير، ولكن إذا الوادي جات المويه بتكون صعبه. هو
بس قعدنا 7 شهور بعدين نفتشوا برانا شفتي، واحنا بدونا حبة حبة نازلين اللاجئين القدم. الحمد لله الليلة قبل 14 يوم جونا هنا وقبل يصرفونا لما بدأوا بالقديم اللاجئين القديم. وقبل ما يتم لاجئين القديم طوالي جو قالوا لنا صرف انت بس كده حكاية 7 شهور احنا ما صرفنا. المويه الباقه ب 500 جنيه باقه ب 700 جنيه الاسبوع الاول ب 500 الاسبوع الثاني ب 700 جنيه وما في مويه والله بجد في المعسكر اتشانه بالذات الخريف الناس كلها بتمشي زراعه ما في مويه زمان بنشتري مويه من ناس الكوارو من ناس الحمير حسي بقت مويه ما في لا عربيه جايه بيجيب مويه لا حمار جايه بيجيب مويه لا بير ذات عندها مويه والوادي جوه الابار ابار كلها في وادي احنا نشيل مويه براسنا لمده نمشي مسافه 3 ساعات نشيل مويه في رسلنا ونجي راجعين احنا دايرين المويه دايرين سحاريج في اي زون يكون فيه في اي زون يكون فيه سحاريج كبيره بعدها يوزعون المويه الان احنا بجد الناس من شهر 3 شهر 4 شهر 5 ما صرفت نهائي يا ولانا صرفت في شهر 6 فقط وشهر 7 و 8 8 جينا عشان نصرف صرف الناس القدام ما هو المشكلة القرض المبلغ في معسكر القديم صرفت وترك الجدد يعني احنا ما عرفنا حدا في النهاية للآن المشكلة المنظمة دي عندها قروش ولا ما عندها تابلة ما تابلة أنا بناشد المنظمات يعني إنه يعمل لنا سحريج زي ده عشان نخزنه في المياه لأنه هسي يا جماعة والله الأزمة صعبة صراحة فالتريلات ما هيجونا هنا لما يكون الوادي مليانة وهنا صعبة ما عارفين نتجه وين إحنا نطالب من وين ذاك نطالب إنه إحنا بنوقف نكوت فينا يا دي كان فيه طريقة بنرجع السودان نموت هربا أفضل من إنه نموت جوا في التشعب الشجرة دي كم قطعتها لما يصير بقطع طوالي هاي وكم خبيتي فيه وعطرون رماد كل بقطع للغسيل ده كم تخصل أحسن يعني ما في بدل نرجو صالح